رسالة إلى كل مبتلى، استمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة. هذه رسالة موجهة إلى كل من ابتلاه الله عز وجل، سواء في دينه، يعني مع الأعداء، أو بمرض، أو بإعاقة، أو بفقر، أو بهم وأحزان في حياته بصفة عامة. أقول لك أبشر بمحبة الله عز وجل. نعم، هذا دليل على أن الله يحبك. استمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم هنيئا لهم. قال: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. لذلك المؤمن إذا كان الله يحبه فلا يبالي بما وقع له، لا يبالي، وليعلم أن الدرجة دياله عند الله عز وجل درجته عالية عالية جدا، كدرجة الأنبياء والرسل. أتعلم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يعني بالدرجة الأولى اللي كيبتليهم الله عز وجل هم الأنبياء والرسل، ثم الأمثل فالأمثل، اللي يعني اللي قرب لهم، يعني هو أقرب إليهم يعني في الإيمان وفي قوة الصلة بالله عز وجل وفي التقوى وفي الصلاح وغير ذلك من أمور الخير، ثم الأمثل فالأمثل. لكن ماذا يجني المؤمن من هذا الابتلاء؟ ماذا يجني وراءه؟ ما هي النتيجة؟ ما هو الفضل باش يزيد يصبر ويسلم أمر الله عز وجل؟ أول فضل وأول نتيجة أن الله سبحانه وتعالى كيعلي الدرجة ديالو في الجنة. يعني شحال ما ابتلاه كتكون الدرجة ديالو عالية في الجنة كالأنبياء والرسل. ثانيا، أن الله تعالى يغفر ذنوبه وخطاياه، لا يزال كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن، يعني في نفسه وأهله وماله، و حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، يعني إثم، وفي رواية حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، نقي من الذنوب الخطايا. كذلك من الأمور لكي ينالها أهل الابتلاء الذين ابتلاهم الله عز وجل في الدنيا، أنه يوم القيامة كيعطيهم الأجور ديالهم بأضعاف مضاعف جزاء ما صبروا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأهل العافية اللي ما ابتلاهمش الله عز وجل كينظروا كيشوفوا هاد الأجور اللي عطاها الله عز وجل لأهل الابتلاء، فكيتمناو أهل العافية أنهم يرجعوا للدنيا وتقطع الجلود ديالهم بالمقاريض، شو سبحان الله، وأنهم يتألموا حتى هما ويصبروا باش ينالوا هذاك الأجر اللي عطاهم الله عز وجل، عطاه الأهل الابتلاء. لكن لا أحد يرجع إلى الدنيا، لا أحد، موت واحد كتبه الله سبحانه وتعالى على الإنسان ثم ينتقل إلى عالم الآخرة. كذلك أيها الإخوة والأخوات، أن أهل الابتلاء الله عز وجل كأمر الملائكة وكتغمس هذا الإنسان في الجنة غمسة واحدة في الجنة، وكيخرجوه ويسأله ربه: يا عبدي، هل رأيت بأسا؟ هل رأيت بأسا، يعني في حياتك من قبل؟ وهو كان مؤمنا طائعا صابرا محتسبا، فيقول: يا ربي، والله ما رأيت بأسا قط. سبحان الله، يعني غمسة في الجنة أنسته جميع الهموم، جميع المشاكل اللي عاشها في الدنيا، جميع أنواع المصائب والابتلاءات نساها كأنها لم تكن بتاتا. وكيجيب الله عز وجل كأمر الملائكة وتجيب واحد الإنسان اللي هو يعني عنده العافية والصحة والخيرات والملذات والشهوات، يعني كان بعيد كل البعد عن أنواع الابتلاء، لكنه كان عاصيا، ما كانش مؤمن أبدا، كان عاصيا.
فكيأمر الله عز وجل الملائكة وتغمسوا غمسة في جهنم، غمسة واحدة، وكيخرجوه منها. فيسأله ربه: هل رأيت نعيما؟ فيقول: يا ربي والله ما رأيت نعيما قط. أعوذ بالله. يعني شوفوا أنه غمسة في جهنم، يعني أنسته جميع الملذات والشهوات والخيرات والنعم والصحة والعافية وذيك المتعة اللي كان كيعيشها، غمسة في جهنم، نسيته كل شيء. كذلك أيها المؤمن، يعني الإنسان يحتسب الأجر على الله وما يشكيش الابتلاء ديالو للناس، يعني كأنه يشكو الخالق للمخلوق، وهذا ليس من صفات المؤمن. هذا يدل على أنه ليس بصابر، أنه ما محتسبش الأجر على الله سبحانه وتعالى. فإذا بكيت بكي الله عز وجل، وإذا شكيت شكي الله عز وجل، ودير الأسباب المشروعة. إذا كان عندك شي ابتلاء في الصحة ولا في شي حاجة ولا في المال، ولا دير أسباب مشروعة لعل الله سبحانه وتعالى يأتيك بالفرج، لا عيب في ذلك. يعني الإنسان ما يبقى مبتلى ومكتوف الأيدي، لا، يعني الإنسان واخا أنه مبتلى، الدنيا هذه دار ابتلاء، دار امتحان، اختبار، لكن في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى قال: سألوني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك من الآيات التي تتحدث عن الدعاء. فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، يعني لعله يعني يأتيه الفرج، الله قادر على كل شيء. كذلك بالنسبة للمؤمن لابد أن يعلم، يعني المبتلى، أن هذه الأمور التي قدرها الله عز وجل عليه فيها خير كثير. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك الإنسان في أي حال كان سيحمد الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابته نعمة يقول: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. وكانت إذا أصابته نقمة أو شيء يكرهه يقول: الحمد لله على كل حال. فهذا حال المؤمن، نعم، هذا حاله مع الله عز وجل. كذلك على المؤمن أن يقابل هذا الابتلاء وهذه المصائب في الدنيا كما علمنا الله عز وجل في القرآن الكريم. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان المؤمن يعني متى ابتلاه الله عز وجل بأي شيء من أنواع الابتلاء، فالله عز وجل قادر يفرج عليه أولا، وثانيا قد يجازيه بالأجر والثواب في الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.